هذا برنامج لا ألم. فالأسبوع اللي فات كان لقاؤنا مفتوحا عاديا فقط لإعادة الصلة بينكم وبين البرنامج، واليوم أيضا وربما حتى في الأسابيع القليلة القادمة التي تفصلنا عن شهر رمضان المعظم واللي مبقى بينه وبينه غير 5 أسابيع، ما غاديش نقدروا نلتزموا بطرح أي موضوع يحتاج للتتبع الطويل نسبيا، سواء التتبع من طرفكم كمستمعين أو من طرف البرنامج اللي يحاول يفعل إلى حد ما خطاب الداعي ويتحرك ذاتيا وراء ما يطرحه من قضايا أو مشاكل، لأنه كلما تطرح البرنامج قضية من قضايا المواطنين صحية كانت أو اجتماعية إلا وتشابكت خيوطها وتشعبت وتطلبت من الجهود لاحتوائها ما هو فوق الطاقة أحيانا، إضافة إلى أن البرنامج كيصبح في كثير من هذه الحالات طرف ثالث في أي موضوع هذا حبينا ولا كرهنا، لأنه دائما كيكون هناك مواطن أو مواطنين متضررين، وهناك سبب للضرر، ثم هناك البرنامج اللي كيكون مطلوب منه يساعد في رفع هذا الضرر أو الأضرار، والأمر في أغلب هذه الحالات كيكون محتاج للنفس الطويل، الشيء اللي هو حاليا غير متاح لنا لأننا في مرحلة انتقالية قصيرة من مراحل الموسم الإذاعي الجديد. وبعد شهر رمضان المبارك بصراحة ما كنعرف شيء شنو غادي يكون من أمر هذا البرنامج، مع العلم أن كل المواضيع المؤجلة واللي كنا بدينا فيها الخدمة يعني الفعلية التحرك قبل شهر الصيف هي ثقيلة بزاف، أخصها وقت أخصها جهد، لكن ثقوا مع ذلك أن الحلقات القادمة من البرنامج ما غاديش تكون فارغة المحتوى، دائما غادي توجدوا فيها أنفسكم، غادي توجدوا فيها واقعكم، غادي توجدوا فيها مجتمعكم، ومن خلالها غادي تأكدوا أننا معكم. قلبي لك ميت وما فيش غيرك عالبال، زيارة البرنامج لهذه القرية جاء بدعوة عفوية بحالها بحال عفوية البرنامج والأسرة ديالو من جمعية القنطور للثقافة والفنون والرياضة، واللي دأبت وفي ظروف جد صعبة ومنذ 3 سنوات على إقامة أسبوع ثقافي لقرية سيد أحمد، تستدعي له مجموعة من المثقفين من الفنانين من المبدعين في مجالات عدة ومن الرياضيين كذلك، وخلاله كتنظم مقابلات رياضية، لوحات في الفروسية، أوراش تقنية للأطفال، عروض مسرحية، قراءات شعرية وسجلية ومعارض فنية، ويشترك في هذا المهرجان بالدرجة الأولى مثقف ومبدع المنطقة. والضيوف اللي كانوا مستدعيين الموسم ديال هذا السنة الثالث واللي تنظم بين 23 يونيو و30 منه، الدكتور العراقي رئيس جمعية أفاق فرع مراكش، الأستاذ أيتهم يوسف باحث في اللسانيات والتواصل البصري، الأستاذ عبد الصمد القباص والشاعر رشيد بوخير والكاتب عزيز بومسهولي وغيرهم. كذلك برنامج لا أنام كان مستدعى للحضور في هذه التظاهرة والمشاركة فيها أيضا. البرنامج تغيب عن المشاركة في ذلك التظاهرة بعذر، وهو وجودي خارج أرض الوطن في مهمة مهنية بالضبط كنت في القاهرة، وحتى أنوفي بوعدي اللي قطعته على نفسي وعلى البرنامج من خلال الاعتذار اللي قدمته في الحلقة اللي ما دستش فقط فيها الاعتذار. قمت فعلا بزيارة أو قامت أسرة هذا البرنامج بزيارة خاصة
لهذه القرية ديال سيد أحمد، بحيث استضافتنا فيها جمعية المنتور للثقافة والفنون والرياضة لمدة يومين، كما نظم المجلس البلدي لمدينة اليوسفية لقاء خاصا مع أسرة هذا البرنامج ومع حضور من فعالية المنطقة ومن المحبين والمشجعين لهذا العمل الإنساني والاجتماعي المعروف. الآن إذا سمحت لي نعرف شوية هذه الجماعة ديال القنطور أو قرية سيد أحمد، لأن هذا هو الاسم الأصلي ديالها، نعرفوها على الأقل لما كيعرفهاش ولاد المنطقة، راه كيعرفوها ولاد الجهة والناحية راه كيعرفوها، لكن كثير من المستمعين ديالنا ما كيعرفوش فين موجودة هذه القرية، بحال اللي ما كيعرفوا فيه كثير من القرى والدواوير والنواحي المهمشة في بلادنا العزيزة. الآن القرية ديال سيد أحمد تبع لدائرة حمر من إقليم آسفي، كان تبع اليوسفية قبل التقسيم الأخير. عدد السكان ديال هذه القرية 12,000 نسمة تقريبا، تبعد عن اليوسفية اللي كيف قلنا كانت تبع لها سابقا ببضع كيلومترات. البنية التحتية ديالها في المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية ضعيفة جدا، وهذه اللي كانت كتعنينا واللي حبينا نطلعوا عليها خاصة، وكتأتينا منها قضايا ومشاكل صحية واجتماعية كثيرة. فيها 3 ديال المدارس ابتدائية وإعدادية، الإعدادية تبعد عن مركز القرية بعدة كيلومترات، طريق إليها صعب دون الإنارة، وسائل النقل السليم والآمن تقريبا ما كاينش، لدرجة أن إحدى الحافلات ديالها كانت كتنقل في الرحلة الواحدة حتى 200 تلميذ، وهذا ما قيل لنا من طرف بعض التلاميذ وأكدوه بعض أوليائهم. هناك نادي نسوي للشباب والرياضة تؤطره موظفة واحدة، النادي لا يشتمل على أي مؤهلات تخول له هذا الاسم وتجعله فعال ويقدم الخدمات دياله فعلا للنساء ديال القرية. مركز ثقافي تابع للجماعة تقريبا دون تجهيزات، اللهم إلا بضع كراسي ومكتبة بائسة أغلب كتبها صفراء. مستوصف واحد فيه 5 ديال الممرضين أو 6 طبيب أو طبيبة، دار للولادة مغلقة، سيارة إسعاف معطوبة في أغلب الأوقات. هذه هي القرية ملامحها العامة الظاهرة البارزة، لأنه بالرغم من هذا الخصاص فهناك مجتمع مدني متواضع، إلا أنه يتحرك بصعوبة وفي تحدي كبير من خلال حوالي 10 ديال الجمعيات هذه القرية الصغيرة، إذا ذكرنا حتى جمعية أباء وأولياء تلاميذ المدارس. ثم هناك كذلك بنية المكتب الشريف الفصفات لكي توفر على 2 ديال الأندية، واحد نسوي والثاني للشباب، وهذا الأخير مغلق منذ فترة طويلة ولا يزاول أي نشاط. المنطقة من الناحية الفلاحية تعتبر بورية، كتعتمد على زراعة الشعير بالدرجة الأولى ثم القمح حسب الإمكانية ديال الفلاح، إذا ما عندوش باش يشري الزريعة مزيانة يشري يعني القمح كيشري الشعير كيحرق الشعير وكيربي المشية، المشية اللي كيعاني الأمرين في إطعامها. إلا أن هاد الزوج ديال الأنشطة هادو لا الفلاحة ولا تربية المواشي عرفوا تراجع كبير في المنطقة خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف، والقرية كتعاني بزاف من هذا الجفاف، كتعاني من العطش رغم أنها وحسب خبرة ذوي المعرفة راقدة فوق بحيرة كبيرة من المياه، وفي كل عام كيحمل عليها الواد اللي تسمت عليه، بحيث هي قرية سيد أحمد مول الواد. هاد الواد كتعمرو الهضة المحيطة بالقرية، وفي كل شتا كيغرقها بالمياه. المداخل ديال الجماعة مدعمة من طرف المكتب الشريفي للفوسفات بأكثر من 1 مليار سنتيم، أحيانا كتوصل أو كيوصل هاد الدعم 1,400,000,000 سنتيم. هذه مداخل هذه الجماعة بهذه الملامح وهذه الصورة. إذا هذه لمحة قصيرة مختصرة عن قرية سيد أحمد، كيف عكسوها لنا السكان ديالها، أيضا كيف شفناها وشاهدناها، ويا ريت نكونوا
غالطين، يا ريت نكونوا ما شفناش مزيان وكان النظر ديالنا قصير. لا ألم، وأنا قبل باش نعتذر إذا كنت قلت ما ليس هو واقع وحقيقي في هذه القرية. أرقامنا الهاتفية كيف قلنا 76-68-80، 76-68-83، 76-68-85، 037 للربط.